بعد كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي بيتخذها الشعب المصري، إلا أن مصر تخطت 5000 حالة إصابة بكورونا، والأرقام بتزيد يوم عن يوم. نزلنا النهاردة الشارع عشان نسأل الناس عن طرق الوقاية من هذا الفيروس، وكمان نظرتهم للمستقبل بالنسبة لفيروس كورونا. تعالوا نشوف الناس هتقول إيه. الكمامة واغسل إيديها كل شوية بالماء والصابون، والكمامة أهم حاجة. والله على طول بغسل إيديا كويس، بعقم إيدي على طول بالكحول، بلبس الكمامة، الجوانت على طول في إيديا، دي أهم حاجة يعني، وأهم حاجة بنعملها يعني. إحنا كل واحد ياخد باله من نفسه، وبلاش الاستهتار بتاع المصريين، كل واحد ياخد باله عشان الموضوع بجد يعني. زي ما حضرتك شايف الكمامة والجوانتي، وبعدين كمان الكحول في إيدينا على طول دايما. هو لبس الكمامة والمطهرات، كحول وأطهر البيت بالكلور والملح. ايه تفسيرك ان مصر تخطت 5000 حالة اصابة بكورونا، وايه نظرتك للمستقبل بالنسبة لفيروس كورونا؟ لا ان شاء الله باذن الله في مصر يعني الدنيا كلها تتعدل باذن الله، ويعني على طول متابع في السوشيال ميديا والكلام دوت، اللي هي خلاص يعني ان شاء الله في نتيجة قريبة بسبب فيروس كورونا ده. ربنا يستر علينا، بس احنا اقل دولة يعني في العالم كله، اقل دولة يعني بصراحة يعني، والحمد لله وربنا يستر علينا يعني. متفائل خير. احنا دلوقتي كنا من الدول اللي ايه اللي بيسمعوا عنها، لكن النهارده بيتشاور ليها ان هي تخطت ال 5000. ان بص زي ما انت شايف الشعب المصري كده، والزحمه كله متواجد في كل مكان، مفيش حد اصلا يعني. انا ببقى ماشيه في السوق الاقي راجل بيكح في ظهري، ابص له لو مفيش حاجه يعني، عارف تحس ان الناس وقتها كده ايه عادي، كل حاجه متسهله في الشعب المصري. وسط كل هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلا أن العدد وصل ل 5000 حالة إصابة بكورونا، والموضوع مش في حالة سيئة، لا بالعكس إحنا ماشيين بخطة كويسة مقارنة بالدول التانية، وده طبعا الفضل بيرجع ليه ربنا ثم وزارة الصحة اللي بتبذل مجهود كبير جدا عشان صحة المواطن المصري. إن شاء الله ربنا يزيح هذه الغمة على خير، وإن شاء الله دايما مصر في أمان. أندرو مرجان، ميسات، مساء الخير.